عاوز ربنا يحبك والناس كلها تحبك يبقى تسمع الحديث ده عن ابي العباس سعد بن سهل السعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. ومعنى ازهد في الدنيا اي ترك ما لا ينفعك في الاخره، ومعنى ازهد فيما عند الناس اي ترك سؤال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فشير في الخير ما تخليش الفيديو يقف عندك. السلام عليكم.